اهلا بيكم. النظارات ومشاكلها. خلي بالكم ان في مشكله كبيره جدا بتواجه ناس كتير دلوقتي، خصوصا اللي عدوا سن الأربعين، انهم ما بيعرفوش يقروا من قريب. وحكايه ان يكون عنده نظاره قرايه دي مشكله كبيره. انا اعرف ناس جايبين مثلا 500,000 نظاره قرايه وموزعينها في كل حته وبرضه بينسوها. وساعات يبقى الموقف مزعج ومحرج جدا. يعني ايه؟ اولا ورقه اتقدمت لك في بنك او في شغل، فانت هتمضي على الورقه او هتكتب طلب او حاجه، وفي ارقام موجوده وانا مش شايف. هما بيمضوني على ايه؟ يعني هل دي 10,000 ولا 100,000 ولا مليون؟ انا مش شايف الاصفار كويس، انا مش لابس نظاره قرايه، مش عارف اقول لهم بقى مكسوف، او واحد ممكن احرج ان اقف بقى استنوا ما اجيبوا نظاره قرايه واشوف انا هبان ان انا شاكك فيكو مثلا. ده انا بقى موقف. رساله جات لي على الموبايل، خبر مهم او حاجه مهمه، حد بعت لي على الواتساب الحق كذا كذا كذا، انا مش شايف، انا عملها الحق ايه دي؟ بيقول ايه ده؟ الله يخرب، مش شايف، دوروا لي على النظاره. او انا سايق وجات لي الرساله، او انا سايق وفي علامه طالعه بتقول حاجه وانا مش شايف العلامه دي ايه على الـ على الـ على الـ على تابلوه العربيه. نظارات القرايه حل، بس حل مزعج جدا. الناس اللي عندها ميه بيضه وهتشيل العدسه، طب هتركب عدسه تانية، طب هتشوف كويس من قريب النير فيجن الاكومديشن عندهم شغال ولا لا. الكلام ده اللي هنفهمه النهارده بالتفصيل وهنحل مشاكل، لانه عالم العيون الميزه فيه الكبيره التقدم المذهل، التقدم اللي بيفكر انه يخلي دايما الرفاهيه في الفيجن عاليه جدا. ودي كلمه هنفهمها النهارده بتفصيل وبدقه شديده مع ضيفي العزيز القمه العلميه الكبيره والاسم اللامع في عالم العيون اللي بيسعدني بحضوره دايما، الاستاذ الدكتور محمد برافو، استشاري الطب وجراحات العيون، زميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، المؤسس ورئيس مجلس اداره مستشفى بيرفكت فيجن لجراحات العيون والليزك، وعضو جمعيه الاوروبيه لجراحات الشبكيه والجسم الزجاجي والجمعيه الاوروبيه لجراحات المياه البيضاء وتصحيح الابصار بالليزر. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. النهارده عندنا قضيه مهمه جدا اسمها الرفاهيه في الحياه، قضية تانية مهمة جدا اسمها نظارة القراية بتاعتي وقعت مني، او انا مكسوف البس نظارة قراية، خصوصا الستات على فكرة عندهم الحكاية دي. صحيح. يكسفوا يلبسوها عشان يتقال يعني ايه انت كده، يعرفوا ان انا عديت الأربعين. فاحكي لي ازاي نتعامل مع المشكلة. زي ما حضرتك قدمت كده بالظبط، احنا بعد سن الأربعين عندنا مشكلة كبيرة مع نظارة القراءة، وهي الحقيقة ما تخصش القراءة بعينها، هو ده بس الاسم الشائع، هي اي حاجة صغيرة او قريبة بس ممكن نقيس على ده، وانا بقص ضوافري وانا بحلق دقني وانا بلضم خيط في ابره وانا ماسك موبايل وانا بقرا في مجله جورنال مصحف، الحاجات دي كلها ده بيبقى عائق بالنسبه لنا. سايق عربيه جالي مسج على الموبايل، حاجه طوارئ، بمضي على ورق انا مش شايف ده ايه، مع الامور تانيه الحساسيه، انا سيده مش عايزه البس نظاره القراءه، الحاجات دي. طول عمرنا بنقول للمريض لحد من سنتين لا والله حضرتك ما فيش اي حلول، هتلبس نظارة القراءة. قبلها بسنين طويلة بالذات في منتصف الالفينات من 2002 او 2005 حسب ما اذكر، بدأ يطلع تقنيات ليزر كلها بقت بالفشل الحقيقة، لغاية ما سنة 2016 طلعت تقنية عالية جدا اتكلمنا وافرضنا لها حلقة كاملة، وهي تكنولوجيا السوبرا كور، ودي نوع من انواع عمليات الليزك، والحقيقة حلت لنا فئة كبيرة برضو من الناس قدرت تستغنى عن نظارة القراءة. بس نيجي هنا بقى لسؤال مهم، مش احنا قلنا ان في مرضى بتروح تعمل ليزك وبعد ما نبص على الفحص اقول له لا انت ما ينفعكش ليزك، انت محتاج زرع عدسة. طيب المريض اللي جاي يعمل سوبراكور ولقينا الفحص ما ينفعوش سوبراكور، هنعمل له ايه؟ الاول لحد بالظبط تقريبا من حوالي سنتين او من 3 سنين كنا بنقول ما لهاش حل غير نظاره القراءه، هنزرع لك عدسه هتصلح البعيد 6-6، القريب نظاره القراءه. جت شركه امريكيه الحقيقه وعملت بوم في العالم كله وطلعت لنا العدسات التراي فوكال. هتقولي مش دي زي العدسات المالتي فوكال متعدده البؤر بتاعت زمان؟ اقول لحضرتك لا، هي نوع من الانواع. عدسات المالتي فوكال بتاعت زمان دي طالعه بقى لها سنين طويله الحقيقه، بس كان ليها مشاكل كتير قوي، بل بالعكس اغلبنا الناس المتخصصه في تصحيح الابصار بطلنا نستخدمها، ما عادتش بقوه الاول بسبب المشاكل اللي عندها. جات العدسه التراي فوكال النهارده غيرت اللعبه تماما بالنسبه لنا، عملت زرع عدسه بسيطه جدا بتتم باستخدام تكنولوجيا الفيمتوليزر، بيعمل فتحه دقيقه جدا زي ما هنشوف هنا في الفيديو،
شعاع الليزر بيبتدي يفتت نواة العدسة بتاعتي، العدسة المعتلة سواء فيها ضعف نظر عالي قوي أو في كبار السن عندها مية بيضة، بتبتدي شعاع الليزر يفتت لي هذه العدسة. ومن هنا بنبتدي ندخل نزرع عدسة التراي فوكل. إيه قيمة العدسة التراي فوكل؟ عدسة لينة بتعيش عمر الإنسان كله، وده ردا على سؤال هل ينفع يجي لي مية بيضة تاني؟ الإجابة قولا واحدا لأ. وزي ما حضرتك شايف بيتعمل فتحة دقيقة جدا، بس دي بتعمل بالليزر الحقيقة، بتتفتت نواة العدسة تماما بالموجات فوق الصوتية وبتدخل العدسة مكانها. هذه العدسة بتعيد حدة الإبصار في البعيد 6 على 6 وفي القريب 6 على 6. ومحور تطور وجمال هذه العدسة بقى النوع الثالث من الرؤية اللي أغلب الناس ما تعرفوش، واللي احنا بنسميه الانترميديت فيجن أو الرؤية المتوسطة. إيه الرؤية المتوسطة؟ بالعربي كده الكمبيوتر. فهبقى شايف البعيد والقريب والمسافة المتوسطة، لأن حتى الناس اللي بتستخدم نظارة قراءة يقولك أنا مبسوط في البعيد أنا كويس، ألبس نظارة القراية أنا مبسوط قوي في القريب. إشكاليتي في الكمبيوتر أو المسافة المتوسطة، لا مرتاح في نظارة القراية ولا مرتاح من غير نظارة القراية، حاجة في النص كده دايما مزعلة العين. هذه العدسة بتعتمد على الفسيولوجيا الطبيعية بتاعت حدقة العين اللي ربنا خلقها لنا، وبتأدابت شعاع الضوء اللي داخل جوه العين، وبتدينا جودة رؤية مرعبة. وهذه من أكثر العدسات زراعة حول العالم كله. هل في برضو ناس كتير بتسألني تخوفات، مشاكل، أي حاجة ممكن تحصل بعد زراعة النوعية دي من العدسات؟ الحقيقة لا. يعني العدسات أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، النهاردة عشان عدسة تاخد FDA approval دي بتمر بسلسلة اختبارات مرعبة. عشان يحصل إشكالية من هذه العدسة هتبقى إشكالية عامة مش تخص هذه العدسة، إشكالية في تشخيص المريض، إشكالية في الإجراء اللي تم نفسه، عدوى جات للمريض لا قدر الله، الحاجات دي كلها. وعشان كده هنا بيدخل مهم جدا دور التقنيات الحديثة في تشخيص المريض وخبرة الجراح. دول الحقيقة عنصرين في طب العيون لا ينفكوا عن أي مريض. فالإشكالية ما تخصش هذه العدسة، هي تخص الإجراء بصورة عامة. يعني أنا أذكر في سنة من السنين من حوالي 15 سنة جالي مريض جميل جدا، عملت له عملية مية بيضة استغرقت أقل من دقيقة، أو المريض كان طالع وشايفه زي الفل. جالي تاني يوم والله ما ببالغ في الوصف، أنا لقيت عدسة العين مفتوحة والعدسة طالعة. أنا فجعت من المنظر، والراجل داخل لي بمنتهى السلام النفسي بقول له هو إيه اللي حصل؟ قال لي يوم العملية بالليل بقى كنت شايفه كويس وزي الفل، حفيدي بيهزر معايا اداني بالبوكس في عيني. والعيان جاي فعلا بسلام نفسي بيقول لي هو العملية كان فيها مشكلة؟ فهو أنا مش عارف أرد أقول له إيه؟ أقول له هو المشكلة فين؟ حضرتك واخد بوكس في عينك. الإشكالية ما تخصش العدسة خالص، هي في التعامل بعد كده. ايه المطلوب من العيان بعد كده؟ ولا اي حاجه، مطلوب منه يمارس حياته بشكل طبيعي 100%، بس يبعد عن رياضات خطيره. حاجتين، المحظورات العامه اللي بنقولها لاي بني ادم طبيعي زارع عدسه او مش زارع عدسه، اللي هو ما تاخدش بوكس في عينك، ما تتخبطش في عينك. بتلعب كوره العب كوره، بتلعب فنون قتال العب فنون قتال، بس بلاش اصابات الوجه. في الكرة بالذات إصابات الوجه في أي حاجة لأن وما تخصش مريض العيون، هي تخص البني آدم الطبيعي. ده اللي يخص حياته الطبيعية. طيب اللي يخص مباشرة بعد العملية بقول له بعد إذنك أول أسبوع اعمل كل اللي نفسك فيه، بس ما تفركش في عينك وما تدخلش مية جوه عينك عشان العدوى. شائع عندنا مفاهيم غريبة جدا، ألبس نظارة الشمس السوداء بعد العملية، أقعد في أوضة ضلمة، ممنوع استخدام الموبايل والكمبيوتر والتلفزيون، كل ده كلام غلط. هل حضرتك تعلم إن هذه العدسة بتتزرع تحت تأثير المخدر الموضعي والمريض صاحي في أقل من دقيقة وبقول له مارس حياتك طبيعي من دلوقتي؟ فوصلنا لمرحلة من التكنولوجيا مخيفة، بس المريض برضو لازم يرجع يلتزم بالتعليمات. هل تقسيم انواع العدسات فقط تبقى للشركات، تبقى انها ترايفوكال ولا مش للشركات؟ مش للشركات. الحقيقه احنا بنقسم العدسات الى ثلاث
انواع ثابته واساسيه. الشق الرئيسي بنقسمها دي عدسات صلبه ولا عدسات لينه. عدسات صلبه دي اللي كنا بنستخدمها زمان ايام العمليات الجراحيه، والحقيقه مرفوض استخدامها دلوقتي، يعني في سنه 2022 يعني ما ينفعش نزرع الكلام ده، وده الحقيقه اللي كان بيتزرع زمان وعمليات جراحيه ومشكله كبيره. خلينا في العدسات اللينه. بتنقسم الى يا اما عدسه ثانويه يعني بتركب فوق عدسه العين، ودي اللي بنستخدمها للشباب الصغير اللي ما ينفعوش ليزك، بتركب زي العدسه اللاصقه فوق عدسه العين وبيعيش بيها عمره كله، بيبقى شايف بعيد وقريب والدنيا زي الفل. طيب بعد سن الأربعين بنزرع حاجه من الاثنين، يا احاديه البؤر يعني بيشوف بيها البعيد بس لكن بيستخدم نظاره قراءه، ودي عدسه لينه بس تكلفتها اقل فمرضى كتير بتميل ليها، او العدسه متعددة البؤر أو الترايفوكل، وهي دي الأحدث واللي احنا جايين بنتكلم عليها النهاردة، لأن دي بترجع حضرتك مهما بلغت من العمر بترجعك شباب، شايف بعيد قريب متوسط. الأسبوع اللي فات أنا أذكر عندي مريض 79 سنة، ولما سألني السؤال ده قلت له في العدسات ترايفوكل، هي راجل جميل جدا وتحمس للفكرة، دخلنا عملنا له العين الأولانية وكنت محدد له بعد يومين هعمل له الثانيه. لقيت الراجل بيتصل بيا بالليل بيقول لي دكتور محمد بكره الصبح انا جاي لك اعملها. طب طمني ايه الاخبار؟ بيقول لي انا الالوان اختلفت، الصور اختلفت، البعيد القريب. بيقول لي لا انا مش محتاج، بس انا ماشي بعين وعين عامل كده. بكره الصبح انا جاي. فضحكني يعني ربنا يسعده. فاحنا بنتكلم في ليفل ثاني خالص من التكنولوجيا. الناس اللي هيستفيدوا اكتر من زراعه العدسات، اللي المناسب ليهم اكتر زراعه العدسات هم مين؟ كل من بعد سن الأربعين، بل بالعكس وقبل سن الأربعين كمان. ليه؟ هو مش قبل سن الأربعين ممكن شباب يجي لها ميه بيضاء جراء اصابه في العين، مرض طبعا زي السكر او مياه بيضاء خلقيه. طيب هذا الشاب المسكين لو انا جيت عملت له عمليه الميه البيضاء التقليديه وزرعت له احسن عدسه في العالم احاديه البؤر، انتهى بيه الحال، انه بقى شايف البعيد 6-6 والقريب لابس نظاره قراءه. تلاقي شاب مثلا حضرتك صغير عنده 17 سنه 15 سنه 20 سنه، بس انا قلبته كانه عنده 40 سنه، ما بيمشيش غير بنظاره العين، مسكين جدا. ده شاب انا بوظت له فعلا شبابه. طب ده لما زرع له العدسه الترايفوكال دي النهارده شاب طبيعي 100%. بل السؤال الأحلى، هل ينفع لو زرعتها لحد سنه صغير أو في الأربعينات لما يكبر يبقى 50-60 سنة 70 سنة يجي له مية بيضة؟ الإجابة قولا واحدا لا، مستحيل. خلاص احنا خلصنا، احنا شلنا العدسة اللي بيحصل، شلنا العدسة اللي هي بتعتم مع السن، وعندك عدسة قوية جدا بنفس ذات الكفاءة، خلاص خلصت القصة، مش أبدا هيحصل فيها تعتيم نهائي. هل مطلوب يعمل زي ما بيقولوا صيانه للعدسه دي؟ لا خالص. دي جزء بيتحول الى جزء طبيعي من جسمي، لا بغسلها ولا بنظفها ولا بشوفها، يعني اللي يشوف عيني بعد العمليه اللي بتستغرق دقيقه بالليزر النهارده مستحيل يعرف. عايز اقول لحضرتك العيان بيعملها تاني يوم الصبح بيبقى في شغله، مستحيل بني ادم يعرف انه عامل عمليه ولا زرع عدسه. والشيء بالشيء يذكر، وده شيء كوميدي، العيان بيظن ان دي ممكن تغير لون العين، فالعيان يسال يقول لي انا عيني خضراء وانا عيني زرقاء، طب في عدسه اغير لون عيني؟ لا طبعا، الكلام ده كلام فارغ. يعني الجزء الملون عندنا هو قزحيه العين. والشيء بالشيء برضه يذكر، العمليات اللي بقى بتتعمل لتغيير لون العين دلوقتي دي جريمه يحاسب عليها القانون في كل حته في العالم، ممنوعه على الاطلاق في العالم كله، ومحدش يفكر يعمل النوعيه دي من العمليات، ومن يروج لها هو مجرم. مجرم طبعا. يعني تغيير لون العين، مش عشان انا ما بتكلمش على من ناحيه دينيه، من ناحيه دينيه طبعا خطا، لكن من ناحيه العلميه دي فكره علميه خزعبليه خاطئه جدا، مش فكره علميه. شفنا ناس فقدت النظر بلا رجعه. وبلا معنى، وبلا معنى، يعني عمليه ليس لها اي داعي. صحيح. تغيير لون العين ده ملوش، احنا بنعمل ليزك عشان الناس تشوف، الناس نظرها ضعيف، بنزرع عدسه عشان الناس تشوف، بنغير ميه بيضاء عشان الناس عندها ميه بيضاء، كلها دواعي نظر، لكن بغير لون العين ليه؟ ده جنان يعني. بالظبط. تعال بقى للاسئله السريعه، يلا بينا نشوف اول سؤال سريع هيكون ايه. زراعه العدسات تتم بدون ازاله العدسات الاصليه للعين. ممكن نوع العدسه اللي هي الاي سي ال اللي بنزرعها للشباب اللي عندهم درجات عاليه، لكن بقيه العدسات الثانيه سواء احاديه البؤر او متعدده البؤر طبعا بنفتت عدسه العين، لان هي بتبقى عدسه معتله.
تعال نشوف السؤال الثاني. زراعة العدسات الصلبة دائما معرضة للفشل. هي 200% معرضة للفشل، هي تقنية قديمة جدا. الصلبة، عدسة الصلبة. يعني بالظبط زي اللي يقول لحضرتك بدل مركب عربية دلوقتي لا احنا هنركب كاريتا. لا يعني احنا بنتكلم لا العدسة الصلبة خلاص دي رودمنتري يا جماعة، دي قديمة خلاص جدا جدا. السؤال الثالث. ده سؤال مهم بقى. ممكن ان النظر يرجع تاني ضعيف بعد زراعة العدسات. ده سؤال على فكرة شعبي. لا. اللي بيحصل ودي بقى شيء جميل جدا. اول ما بنزرع العدسه ده عند اي بني ادم في الدنيا ايا كان نوع العدسه اللي هتتزرعها، بس طبعا بشرط العمليه معموله كويسه يعني وعمليه معموله بتقنيات حديثه. جهاز المناعه اول ما بيشوفها بيتعرف عليها يقوم مكون عتامه، فالعيان ده طبيعي بس العتامه دي ما تاثرش على العدسه خالص، بس في عتامه. فالمريض بعد ما يزرع العدسه بشهر شهرين يجي يقول لي، هو غالبا بيختفي بس المريض المصحصح كده ومركز يجي يقول لي انا بدات اشوف الدنيا مشبره، هي المايه البيضه رجعت. احنا قلنا انا ما بترجعش. بس هنا بيدخل تكنولوجيا ليها جليزر وبنعمل حاجه اسمها مسح للمحفظه الخلفيه للعدسه. جهاز لطيف جدا، العيان بيحط دقنه يشوف فلاش احمر قدامه كده بالظبط في ثانيتين. شعاع الليزر دقيق جدا بيفتت العتامه اللي كونها لي جهاز المناعه. ومن هنا نطلع بسؤال مهم، طب انا محتاج اعمل مسح العدسه دي كل قد ايه؟ والله العظيم مره واحده في العمر. لان الناس بتظن ان طب انا فتتها جهاز المناعه هيعمل تاني وتالت ورابع، خالص. جهاز المناعه بيتعرف عليها اول مره، فتتنا العتامه بجلسه ليزر ودي مهمه جدا وبقينا روتين بنعملها شهر بعد عمليه الميه البيضاء او اي زرع عدسات. وزمان كنا نقول 6 شهور وسنه وثلاث شهور، لا الحقيقه احنا بنعملها دلوقتي بعد شهر. ليه؟ لأن المريض لما بيختفي وإذا أهمل المسألة دي والعتامة دي تقلت ممكن تعمل مشاكل كبيرة بعد كده قدام، فإحنا بنقفل الباب ده على نفسنا. وانس إن هي تفتتت مستحيل تتكون تاني. عشان كده دايما بقولها للمريض عشان كمان المريض ما يقعش فخ يضحك عليه. والله شفت عيانين بيقولي يقولي ده أنا روتين كل 6 شهور بروح أعمل مسح للعدسة. يا ابني حرام عليك، أنت بيضحك عليك، دي كارثة. بل بالعكس الليزر الزياده ده ممكن يبوظ العدسه نفسها المزروعه. طبعا الحوار معك دائما ممتع، دايما بتجيب لنا كل جديد، دايما بتطرح افكار يمكن مش تقليديه كتير في الحوارات، لا بنخرج الى مستوى اكثر رحابه، مستوى اكثر رغبه من جمهورنا، لانه التكنولوجيا الموجوده في عالم طب العيون اصبحت متقدمه للغايه، سواء على مستوى القرنيه مثلما تحدثنا عن زراعة القرنية في حلقة سابقة، مثلما كلمتنا عن التعامل مع المية البيضاء أو مشاكل نظارة القراية واستبدالها بزراعة العدسات، مثلما تحدثت في لقاء قبل كده برضو عن الناس اللي نظرها ضعيف قوي وهنعمل لهم زراعة عدسة عشان بدل الليزك، كلمنا على الشبكية مع السكر، فكل والأحدث في عالم الليزر وفي عالم الحقن للشبكية، كل دي مواضيع مور ادفانسد، يعني ماركتلي ادفانسد، وفي نفس الوقت كمان الاحتياج ليها على المستوى الشعبي كبير جدا. فانا بشكرك شكرا جزيلا على كل الحوارات العلميه الجميله اللي انت بتطرحها علينا. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور محمد برافو، استشاري طب وجراحات العيون، زميل كليه الجراحين الملكيه الانجليزيه، المؤسس ورئيس مجلس اداره مستشفى بيرفكت فيجن لجراحات العيون والليزك، كان ضيفي في واحده من حلقاته الممتعه في الدكتور. خليكم دايما مع الدكتور.